من مننا لم يرى ويشهد ويقرأ على ما يحصل في سوريا منذ أكثر من 40 عام ومنذ 5 سنوات وما يحصل الآن من قمع واستبداد وتهجير وحصار على المدنيين؟ فقد صنفت ووثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية مئات المجازر التي تتم بحق المدنيين السوريين الأبرياء، والدفاع المدني والمنشآت الصحية والطبية، ويمكن الإشارة لتقارير منظمات هيومن رايتس والأمنيستي انترناشيونال والشبكة السورية لحقوق الإنسان والأطباء بلا حدود بجرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية التي يتعرض لها السوريين بواسطة القصف الصاروخي وإلقاء البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري مدعوما من الطيران الروسي بقصف عشوائي على أغلب المدن السورية أدت إلى ازدياد عدد الضحايا المدنيين الأبرياء، كلهم من الأطفال والنساء، وهدم المباني والمستشفيات والمدارس والأفران. السادة المحترمون، أمام هذه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السوريين، فإننا نطالب بوقف القصف الروسي الوحشي على المدن السورية ورحيل قوى الاحتلال عنها، كما نطالب برحيل بشار الأسد بول بوت سوريا والطغمة الحاكمة معه ومساءلته عن مقتل 400,000 بريء، بينهم أكثر من 40,000 امرأة وطفل، منهم 16,000 تحت التعذيب، عدا عن 90,000 مفقود وأكثر من 1,000,000 مصاب بعاهات دائمة وأكثر من 260,000 معتقل سياسي وملايين المهجرين والنازحين داخل وخارج سوريا. كما تعلمون، لقد تسبب هذا النظام وحلفائه من روس وإيرانيين في هدم 3 ملايين منزل وهجرة ونزوح أكثر من 7 ملايين داخل الوطن و5 ملايين خارجه. إن مثل هكذا حاكم مجرم قتل شعبه وحاصره وجوعه وشرده لا يمكن إعادة تسويقه وتأهيله. بل يجب تقديمه إلى العدالة الدولية ومحاكمته كمجرم حرب. إننا نطالب كافة القوى المحبة للحرية والسلام والعدالة بأن تقف لجانب الشعب السوري في نضاله ضد إرهاب الدولة الدموية وضد كل الغزاة بكافة أشكالهم وتسمياتهم، بما في ذلك داعش والمنظمات الإرهابية. ومن أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي لرفع المعاناة عن الشعب السوري جراء القصف والحصار والتجويع، كما نطالب وبإصرار بالإفراج الفوري عن المعتقلين بسجون النظام السوري. لا للقصف الوحشي الروسي ولا لقتل الأبرياء المدنيين من قبل إيران وميليشياتها، وشكرا. Thank you very much.